عبر سكايب أذهب سريعا إلى ضيفي من باريس الأستاذ طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ طارق، كما تابعنا في التقرير نحو 330 ألف طالب لجوء ومهاجر غير شرعي طرقوا الأبواب الأوروبية في أعلى وتيرة منذ عام 2016 كما قال في ذلك المجلس الدنماركي لحقوق اللاجئين. حتى الآن أيضا المشكلة قائمة، لا تعاون أوروبي في استيعاب هؤلاء، لا طريقة لاستيعابهم شرعيا أو إعادة توزيعهم على الدول الأوروبية، لا معونات مقدمة للدول التي يذهب إليها هؤلاء اللاجئين، فبالتالي هذه المشكلة ربما لن تجد حلا برأيك؟ مساء الخير يا سيدي، شكرا للاستضافة. يعني هناك بعض التفاصيل التي ذكرتها حضرتك ليست بالدقيقة، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي لديه موازنة كانت لها علاقة بالدول التي مثلا كانت تقبل عدد أكبر من اللاجئين، كإيطاليا مثلا. عندما كانت إيطاليا قبل حكومة السيدة ميلوني كان يرسل إلى إيطاليا موازنة الاتحاد الأوروبي يعني أكثر مما تأخذ الدول الأخرى. أعطيك مثل بسيط، مثلا بولونيا لم تقبل أي لاجئ، وخصوصا بعد الأزمة اللاجئين الذين قدموا من بيلاروسيا وإقفال الحدود وكل ما حصل، وترفض حتى اللحظة بولونيا قبول أي لاجئ يأتي من ما نسميه شمال البحر، يعني جنوب البحر المتوسط. لذلك كان هناك موازنة في هذا الموضوع. ولكن المهم في هذا اللقاء أنا برأيي هو التأكيد على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ما نسميه يوروبول. يوروبول وهي المجموعة التي مسؤولة عن موضوع الشرطة داخل الاتحاد الأوروبي وتبادل المعلومات، وهذا مهم جدا، وخصوصا أن أوروبول ساعدت حتى بعد خروج بريطانيا بالبريكسيت خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت تستفيد. الموضوع الثاني هو موضوع الفيزا، وهو بالتحديد موضوع شنغن، وخصوصا أننا رأينا أن هناك ما يسمى، يعني هناك نوع من الهجرة التي هي شبه شرعية، بمعنى القدوم إلى أوروبا بفيزا سياحية والبقاء بأوروبا بحالة غير شرعية بعد انتهاء الفيزا. والموضوع الثالث والمهم أنا برأيي هو إلى أي مدى يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يوجد جدول له علاقة بكيفية استيعاب الدول للاجئين. أعطيك مثل بسيط، ألمانيا هي أول دولة تستوعب أكبر عدد من اللاجئين، رأينا بالحملات التي حصلت عدد السوريين الذين قدموا، عدد كبير من الذين قدموا حتى من أوكرانيا باتجاه ألمانيا. وهناك داخل الاتحاد الأوروبي نوع من تصادم ما بين الدول الشرقية التي كانت سابقا في المعسكر الشرقي والدول الغربية. الدول الشرقية التي لا تريد أبدا أن يكون لديها لاجئين، والتي تقول أن ليست مستعدة حتى لو أخذت أموال تساعد هؤلاء اللاجئين أن يكونوا موجودين على أرضها. وهنا يجب أن نقول وبكل صراحة أن فرنسا وألمانيا تقودان نوعا ما يسمى حوار إنساني مع كل هؤلاء، لأن لا يستطيع الاتحاد الأوروبي وفق حقوق الإنسان ووفق القانون الدولي الإنساني أن يتعاطى مع هؤلاء بهذه الطريقة ويتركهم يعني على قارعة. أستاذ طارق، يعني اسمح لي، ليس هناك إنسانية واضحة فيما يحدث. المجلس الدنماركي لحقوق اللاجئين هو من يقول إن هناك انتهاكات كثيرة بحق هؤلاء، يعني لا تحل مشكلتهم بدخولهم أو توزيعهم على الدول الأوروبية أو طرق لإعادتهم مرة أخرى إلى دولهم، بل فقط انتهاك لحقوقهم في جو شديد البرودة بدون أي مساعدات. يعني هناك تقارير لها علاقة بكيفية الحياة داخل بعض المقرات التي يوجد فيها لاجئين، وهناك من ذكر أنه لا يوجد مثلا مياه للاستحمام، لا يوجد بعض الأماكن التي يستطيع فيها أن يكون هناك خصوصا للنساء نوع من الخصوصية. كل هذا الموضوع طرح في هذا التقرير. أنا برأيي لم أقرأ كل التفاصيل في هذا التقرير، ولكنني المهم في هذا الموضوع أن أوروبا لديها معايير بالتعاطي بالمفهوم الإنساني، وهذه المعايير للأسف الشديد غير موجودة داخل بعض المعسكرات، حتى في اليونان في المواقع التي، يعني خلينا نقول هذه المقرات يعني هي عبارة عن سجن، ولكن سجن في الفضاء، يعني في الخلاء، بمعنى أن البعض لا يستطيع الخروج والجميع مسجونين في الداخل، وهذا يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان بترك
حل هذا الملف برمته سيعرض على قارة الدول الأوروبية في يومي 9 و10 من فبراير المقبل. صح. لعلهم يجدون طريقا أو سبيلا إلى الحل. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من باريس عبر سكايب الأستاذ طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك.